نصب عليكم مرة تانية، وخلينا نصبح على زميلتنا دينا شرف ونتعرف منها على أخبار المرور والطقس في القاهرة وباقي المحافظات. صباح الخير يا دينا. صباح الخير يا دينا. مصطفى صباح الخير يا بسنت، صباح السعادة والتفاؤل على كل المواطنين في كل مكان. انت سقعان يا مصطفى، عملت الجو برد. مش طبيعي، احنا متلجين. ايوه احنا جايين النهارده درجة الحرارة كانت حوالي 8 الصبح الفجر واحنا جايين، بس يعني احنا في ارتفاع ملحوظ شوية في درجات الحرارة، يعني بقيم بتتراوح من درجتين لثلاث درجات. بس هو من أول الأسبوع الجاي هيبقى فيه، يعني على آخر الأسبوع ده أنا آسفة، هيبقى فيه ارتفاع ملحوظ، يعني حتى يوم الجمعة أعتقد ممكن يوصل هنرجع كده الشتوي، الطقس الشتوي المعتدل زي ما بنقول. صحيح. بنصبح على حضراتكم مرة تانية، وخلونا دلوقتي نستعرض معاكم أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر. هنبدأ معاكم من القاهرة، وتحديدا من شارع المسكي اللي بيشهد في الوقت الحالي كثافات مرورية نسبية. هنفضل ماشيين لحد شارع عبد العزيز، هنلاقي هناك برضو في بعض الكثافات المرورية. مكملين جولتنا لحد ما نوصل لميدان طلعت حرب، هناك هنلاقي سيولة مرورية هتبدأ تختفي لحد ما نلاقي بعض الكثافات أمام المتحف المصري. أما كوبري أكتوبر واللي هيوصلنا لشارع رمسيس، فهناك هنلاقي كثافات مرورية هتبدأ تختفي تدريجيا على مسافة قريبة، لكن هتظهر بعض الكثافات الأخرى أول ما نوصل للكورنيش. ناخد بالنا أن الإدارة العامة للمرور القاهرة عملت غلق كلي لشارع يوسف عباس وإجراء تحويلات مرورية لمدة استكمال تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بعدد من المحطات، وده لغاية يوم 12 فبراير اللي جاي. ناخد بالنا برضو ان في استكمال اعمال الغلق الكلي لطريق بلبيس الصحراوي بالوصله من شارع الملاحه الجويه وحتى شارع حامد حجازي اللي هو شارع الجيجل. كمان الاغلاق بيستمر لمده 3 أشهر، الامر اللي بيستلزم اجراء تحويلات مروريه للقادم من الطريق الدائري يسلك يمينا شارع الملاحه الجويه فيسارا شارع الكتيبه وصولا لشارع حامد حجازي فاستكمالا بالتحويلات القائمه. نكمل جولتنا ونروح شوارع الجيزة، وهنروح نبدأ معاكم من فيصل واللي بيشهد في الوقت الحالي كثافات نسبية بتبدأ من آخر شارع فيصل ووصلة لحد الطوابق. وعند الطوابق تحديدا في كثافات مرورية كبيرة هتبدأ تقل بعد ما نوصل لمحطة التعاون، لكن بداية شارع فيصل بتشهد بعض الكثافات. لو رحنا لمحور صفت فبيشهد كثافة مرورية بتزيد قبل إشارة جامعة القاهرة. ناخد بالنا ان في اجراء تحويلات مروريه بالتزامن مع غلق كلي لطريق 26 يوليو الرئيسي، ده بدايه من اعلى نفق شارع وادي النيل وحتى مطلع كوبري لبنان لمده، طبعا كوبري 15 مايل وبيوصل لميدان لبنان، ده لمده 6 أشهر لتنفيذ مشروع مونوريل 6 اكتوبر. ونروح معاكم الاسماعيليه، وهنلاقي ان طريق عثمان احمد عثمان اللي بيوصل ما بين الجامعة والاستاد ومجمع المحاكم فيه سيولة مرورية ما عدا بعض الكثافات المتحركة واللي ما بتأثرش على حركة الطريق. أما المتجه إلى بورسعيد ففي سيولة مرورية في طريق الإسماعيلية بورسعيد. هلاقي كمان في سيولة مرورية كبيرة وخاصة على الطريق الدائري حول مدينة الإسماعيلية. نروح معاكم لمحافظة سوهاج، واللي هنبدأ فيها من محطة قطار سوهاج واللي الطريق عندها بيشهد كثافات نسبية. نمشي كمان ونشوف طريق عبد المنعم رياض اللي بيربط عدة طرق رئيسية في سيولة مرورية. في بعض الكثافات كمان الأعلى نهر النيل وكمان الطريق المؤدي للجامعة في أيضا كثافة نسبية. وفي كمان كثافات نسبية عند طريق مستشفى جامعة سوهاج. في كثافات أخرى بسيطة بتزيد مع ساعات الذروة الصباحية عند المستشفى العام ومجمع المحاكم وشارع التحرير. ومن جولتنا المرورية هناخدكم في جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة الطقس هيكون مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد. في أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، بتمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري على فترات متقطعة. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 19، وأعلى درجة حرارة هتكون في شلاتين 24، وأقل درجة حرارة هتكون في كاترين 13 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل لكن بعد شوية.